السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، المهم كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم روتين ديال نهاري كيفاش داز. واول مره صراحه كنعطي لراسي حقه. مهم هنا قبل ما نبدا الفيديو غنقول لكم بعدا البنات شكرا لكم والله العظيم اللي يخطيكم والله يجعلها محبه دائما يا ربي. شكرا من القلب على كاع التعاليق اللي خليتوا لي في الفيديو الاخير، وباللي نتوما كتبغيوني كيف ما انا كنبغيكم. صافي بارك عليا البنات، بارك راني غنتصر. المهم بزاف ديال التعاليق كتخليهم لي، الله يكبر بكم وشكرا لكم من القلب. وبسم الله على بركة الله نبداو الروتين ديال النهار. اول حاجة وليت كنبدا بها ماشي يوميا، غير ملي كتكون راشقة ليا وما عنديش الغدا وما عنديش الروينة بزاف. صافي درت هنا قهوة الباردة، جمعت الدار، درت الميناج العادي اللي كنديرو كل نهار، ميناج خفيف خفان زربان. ما قويتش على راسي واليوم ما كانش عندي الغدا، كنت غدا معروضة الغدا ان شاء الله غادي نمشي عند خويا حل واحد المطعم ديالو، الله ييسر ليه فيه يا ربي والله يكمل عليه بخير والله يخاطرو شي حاجة الله يحققها ليها البنات. وكلكم اللي كتمنى شي حاجه توصل ليها الله ييسر ليها فيها، ومنكم حتى انا يا ربي يا ربي الله ييسر لينا جميعا. المهم هنا صافي كيف ما قلت لكم جمعت ساليت، واليوم خصوصا هذا النهار هذا قلت غادي نعطيه لراسي. مع العلم ان وليداتي كانوا باركين، يعني هذا الشيء صورته في ايام ديال العطله، كانوا هكا الوليدات باركين وقلت غادي ندير واحد الماسك، ما غاديش يعني ولو تكون عندي الوليدات في الدار هذا الشيء ما غيمنعش انني نتهلا في راسي. صافي مشيت بعدا عند العطار، خديت شي تخربيق انا غنشاركو معكم، وطحنتو وصوبتو وجبتو، راه المده وانا كنديرو. وفي هذا الفيديو هذا قلت والله تنشاركو مع البنات حيت اصلا عجبتني النتيجة. هاد الماسك هذا اللي غنتشارك معكم اليوم ان شاء الله البنات جربوه بعينكم مغمضين. فانا كنت خديته من عند بنت خالتي اللي كاينه في برا عايشه في اوروبا، وديما كنت كنهضر انا وياها على شي هكا شي تريتمون ديال الوجه، بحكم ان كيف ما قلت لكم وجهي مؤخرا ولا عندي مشكل ولا حساس ولا كيخرج لي بزاف ديال الحبوب. صافي من بعد دويت معاها، هي راه عندها تاهي قناه في يوتيوب سميتها ساره نادين، ديروا ساره نادين طلع لكم. صافي خديت من عندها هاد الوصفه هذه، جربتها الصراحه صدقت لي زوينه، وكنقول شكرا لهذا الفيديو هذا. صافي وتبعتها، دابا وليت كنديرها تقريبا نهار لا لقيت عليها النتيجه وقلت نبارطاجيها مع البنات. بالنسبه لهذه الوصفه هذه كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه كنبداو قبل من اي وصفه هذه خدوا قاعده، هذه انا كنديرها قاعده قبل ما نديروا اي ماسك كنديروا القوماج. بالنسبه للقوماج هنا خديت غير معلقه ديال القهوه مطحونه مع معلقه ديال زيت العود. صافي الا عندكم زيت كوكو ديروه، انا ما عنديش، درت زيت البلديه وهي اللي كندير اصلا. غتاخذوا غتكوميو به، هو الاول هنا راني كنت كنشرح لكم باللي هاد القرعه راني مشيت وخديت من عند العطار 5 دراهم ديال الرز، 5 دراهم ديال الفول، و5 دراهم ديال الحمص، وطحنهم ليا هو على اليد يعني قدامي، وجبتهم عمرتهم في هاد القريعه هذه. وكل كيف ما قلت لكم كل ما كنحتاج يعني ماسك موجود، ما غتعكزيش عليها اختي، ما عرفتي شنو غتكملي الفيديو، غتكملي الفيديو اتونسيون تتكملي. وغتنوضي اختي تمشي ليا عند العطار تاخدي ليا غير 3 دراهم من كل حاجه، 3 دراهم ديال الرز، 3 دراهم ديال الحمص، و 3 دراهم ديال الفول، وغادي تطحنهم وتجيبيهم ديرهم في قريعه وتبقاي تخلطيهم. انا غنوريك شنو غتبقاي ديري معاهم. صافي هنا خديت الاول حاجه بديت بها هي الكوماج، درت الكوماج ديالي ديال القهوه والزيت البلديه، غنقومي مزيان وجهي وغنغسلو ونكمل معكم الفيديو. يلا خليكم معايا حتى الاخير. شوفوا عرفتي واحد البريون واعر. المهم دابا يلا معايا نديرو، شوفوا راه غيبان لكم ديال طاش ديال الحبوب راه ما بداو كينقصوا البنات. دابا غنديرو الماسك. المهم حيدوا هذه سالينا منها، دابا غادي ندوزو الماسك. الماسك البنات غادي نستعملو فيه النشا، واحد معلقه صغيره ديال النشا الذره، ماشي معلقه عامره، المهم غير القياس ممسوحه على حساب الوجه ديالكم وصافي. غادي ندير هذا الفول كيف ما قلت لكم مع الحمص، الفول والحمص والرز الابيض، عقلوا معايا البنات سجلوا لي عندكم شي ورقه، الفول والحمص والرز. صافي درت منه معلقه صغيره. هنا غادي نزيدوا عليهم ياغورت مسوس، انا الياغورت راني كنديرو في هذه القريعه هذه شفتوا. المهم هذا غادي الوصفات راه ساهله، دابا خصنا نعاود نحلو واحد اخر. المهم انا نحرك صافي، راه قداتني انا عادي.
مهم انا كتبتني هذيك المعلقه، هذه هي التكستور ديال الماسك. المهم هذا هو القوام ديال الماسك. دابا غادي نابليكي على وجهي وغادي نخليه حتى ينشف تماما وغادي نقومي به حتى هو وجهي. صافي البنات، حلق. المهم انا غادي نقومي وجهي كامل ونعاود نتلاقى. شوفوا لي البنات، من بعد ضروري ملي تسالي ودرت العكر ديال 24 ساعه عرفتي راه فن كنديرو كنخليه صافي ملي كنمسح فمي كيبقى هكا. خصكم في الدار في التجهيزات، شوفوا الشعر كي مشاكك عرفتي، واحد العجاج خطير. مهم دابا غندخلو عند الشيف محسن وهانتوما معانا، غنوريكم الحال كي داير بعدا. صافي هنا كنا وصلنا عنده باش نتغداو، تبارك الله هنا كان يلا النهار الاول يعني النهار ديال الافتتاح. صافي خدينا هاد لي بلا هادو، كل واحد وشنو فيه، واحد بالكسا واحد بالدجاج، وهاد الشوربه هذه الا مشيتو ولقيتوها غير خذوها، هاد الشوربه واعره خاصو هاد الشيء ماشي بنين شي حاجه فيها البنه ديك الشيء، وحق الله العظيم البنات لا هاد الشيء رائع 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 معلم. وهنا خواتاتي الغزالات كنت مشيت للدار صافي وقلت نشارك معكم الكيك اللي طلبتوه مني اللي فيه ثلاثة ديال البيضات مع كاس ديال السكر، كنطلعوهم مزيان مع قبيسه ديال الملحه في الطراب الكهربائي بالزربه. هذا الكيك هذا دغيا كيوجد هنا كيف ما قلت لكم، درت الفاني انا كيعجبني الكيك بالنكهه ديال الفاني. غادي نزيد عليهم الزيت تقريبا كاس لاروب، ما تكثروش الزيت، شوفوا يعني كنعبر بالكاس ديال العنبه كاس لاروب ديال الزيت، وغادي ندير نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الحامض، يعني في التوتال كاس نص كاس ديال الحامض ونص كاس ديال الحليب. هاد الكيك هذا صدقوني كيجي خطير بزاف، جربوه. وبالنسبه للخل فانا كنديرو في كاع الكيكات ديالي باش كيحافظ عليهم كيبقاو مده اطول. ومن بعد غندير الدقيق، الدقيق ضروري ما تغربلوه، انا هنا هاد الزلافه صغيره غادي تعذبني وكاين غنعجز انني نحولها لحاجه اخرى. صافي هنا درت جوج ديال الخمارات وغادي نحرك الخليط. بالنسبه للدقيق غديروا عينكم ميزانكم، راكم عارفين القوام ديال الكيك كيفاش كيكون. هنا هذيك الحامضه اللي كنت عصرت فخديت القشور ديالها زدتهم في هذا الخليط هذا. الكيك هذا كيجي شويه ثقيل، ما كيجيش خفيف بزاف، كيجي شويه يعني بحال تقولوا ملي كتكتبوا ديك الرقم 8 كتبقى لكم الفوق ما كتهبطش دغيا دغيا. ها هو شوفوا راه باين لكم القوام ديالو. صافي غندخلها للفران كنشعل عليه من التحت ومن الفوق في الاول، يعني من التحت ومن الفوق من الاول، ومن بعد كنطفي الفوق وكنخلي غير التحت. هذا هو السر ديالو باش كيطيب وكيجيكم مشقق بحال هكا عرفتي، راه واحد القوام فيه راه ما نعاودش لكم. جا رطب 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 بزاف البنات ومحمر، شوفوا ليا جا رطب ومفشفش وتبارك الله ما شاء الله تنفخات وجات زوينه. انا هذه ولات معتمده عندي هاد الكيك هذه. صافي هنا غادي نزيد عليها من الفوق باش غنزينها بصلصه الحامض، صلصه الحامض اللي كنصايبها غير بالسكر كلاصي ونص حامضه، يعني كناخذ نص حامضه كنعصرها في شي زلافه وكنبقى نزيد عليها في السكر كلاصي حتى كنحصل على واحد القوام بحال هكا. صافي هذه هي الصلصه البيضاء. هاد الصلصه البيضاء راه هي واحد البنه كتعطي في هاد الكيكه حتى هي، ما نعاودش لكم. المهم جربوا هاد الكيك باش تعرفوني انا على شنو كنهضر. صافي من بعد غادي نزيدها غنزينها يعني بهاد الدوارات ديال الحامض، وغنزينها بالقشور بالبافو اللي عندك اختي زيني به. المهم هاد الكيك هذا انا ولا عندي معتمد وليت كنديرو بزاف بحكم ان الياس يعني ولدي الكبير كيحمق عليه وراه كيجي رطب رطب، غتشوفوا معايا في الفيديو ملي غنقطعو عرفتي. انا ما نقولش لكم والله الا كنهضر معكم دابا وتشهيتو ما كرهتش نوض دابا نعاود نصوب واحد اخر، حيت انا فاش كنكون كندير المونتاج يعني راه الحاجه درناها وكليناها وسالينا، يعني هاد الفيديو اللي انا كنصور لكم راه داز في ديك السيمانه ملي كانوا الدراري باقيين عطله، يعني داز هاد الفيديو انا يلا درت ليه المونتاج. ما عرفتش علاش البنات والله وليت كنعجز باش ندير المونتاج الفيديوهات، زعما اش غنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا صافي هذا ما كان. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى من قلبي انه ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا البنات الا وصلتوا حتى لهنا، ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، ما تنساونيش من التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، الله يكبر بكم وشكرا لكم. وغنعاود نقول لكم الله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي، يا ربي على كل كلمه طيبه كتخليو ليا.
نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. اكيد اكيد غنتشارك معكم واحد التغيير قريبا ان شاء الله في المطبخ ديالي. ايوا بسلامه اختي، خليتكم في امان الله وحفظه. باي باي.